عاش الملك. حنا تجار وحرفي قصرة ليس في واحد كنعانيو من التوقيت اللي صدر فينا دابا مدة 3 شهور، مع العلم دازت 3 شهور من غير 3 شهور ديال الحجر الصحي. حنا صبرنا في هذوك 3 شهور ديال الحجر الصحي ودازت 3 شهور أخرى وبقات ديك الإصدار ديال حال الطوارئ وصدرت فينا الثلاثة. حنا جينا اليوم لمقاطعة جماعة الحي الحسني باش نطالبوا بالتغيير وإعادة النظر في الثلاثة الثمانية ولا الستة، وكنطالبوا المسؤولين باش يشوفوا هاد الناس راه حيت هاد الناس هادو راه تضر، هاد الناس راه تضرروا بزاف، داروا هاد السوق في اسواق القرب، ومع العلم ما فيش واحد الاكتضاد بزاف، وكاين التعقيم، كاين بزاف ديال الامور اللي ديال الوقايه. حرفيين والزبون ما تيجي عندك حتى 3 والعشيه، اي زبون يعني بحكم العمل ديالو وبحكم الارتباطات ديالو امتى غيسالي ليه؟ امتى غيفكر فيك؟ بانه غيفكر في التاجر باش يمشي يتعامل معاه خاصو 3 العشيه يعني المساء. ولهذا تنطلبوا من الله والمسؤولين وصاحب جلالة ينظر فينا، وبغينا التوقيت يكون يسري على الجميع. يعني كاين اسواق في القرب ديالنا عايشين بخير خدامين بخير، علاش حنايا بالاخص حنايا صار يفجر منها كتبقى شحال حتى للثمانيه وحنايا تنسدوا مع ثلاثه. حنا تضررنا بزاف، كاينين المحلات عندنا معمكريين، كاينين المحلات اللي ساكن فيهم اللي خدامين فيهم خمسه العائلات ما كيدخلوا حتى شي ريال النهار كامل، وحنا كنحلوا مع تسعود كنسدوا مع ثلاثه، يعني ما بقاش الكليان تيجي عندنا القيصريه نهائيا، القيصريه ديالنا في خطر، في ركود تام.